اخواتي وحبايبي، مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انا زعلان من كل اخواتي. هو التفاعل واقع ليه كده؟ هو انا مقصر في حاجه ولا بتاع؟ لا قدر الله، ولا محتواي وحش؟ انا محتواي مش وحش ولا حاجه، محتوى تمثيل المهنه اللي انا بحبها وبعشقها، بس حصلت كام قصه كده معايا، ايه ما بعزاش عن اخواتي بقولها. فانا بتمنى اخواتي تكون جنبي كده وفي ظهري وبتدعمني على طول. انا محتواي مش وحش والله، انا محتواي المهنه اللي انا بعشقها وبحبها، فبتمنى من كل اخواتي تقف في ظهري وتدعمني ويعني تشجعني. مش قادر اقول لكم ان اي تعليق ايجابي بشوفه يعني وبقراه ببقى سعيد قد ايه، كاني في عيد اقسم بالله. فانا والله العظيم كل دعم انتوا بتدعموه لي على راسي وعلى دماغي، وانا بتمنى والله ان انا دايما اكون عندي حسن الظن، بس الريتش واقع، انا مش عارف انا مقصر في ايه. بتمنى من كل اخواتي اللي بتحب فريد كده وبتدعمه تدعمني بشير، تدعمني بلايك، تدعمني كومنت، حتى تقول لي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تعمل اشتراك في القناة، تعمل لايك، اهم حاجة طبعا اللايك. فانا بتمنى من كل اخواتي تدعمني كده وتقف في ظهري، وربنا يجعلنا دايما عند حسن الظن. مطولش عليكم. كنت في المدرسة، ما كنت في ابتدائي، مدرسة معروفة عندنا هنا في اسكندرية اسمها المحروسة. حلو الكلام. المدرسة ديت كنا فيها بيت كده قدامها، بيت مهجور كده. فالبيت المهجور دوت كان في واحد صاحبي كده اسمه أحمد، فقال لي ما تيجي ندخله نشوف يا عم اللي بيحصل فيه. قلت له يا ابني لا، ده مهجور والدنيا بايظة فيه. قال لي لا، تعالى بس ندخله ونشوف بس ايه اللي يحصل. ايه اللي يعني يحصل؟ هنموت؟ ما فيش حاجة. فكنت في سنة خمسة أو كنت في سنة رابعة ابتدائي أو سنة تالتة حاجة زي كده. فدخلنا البيت، حصلت النصيبة. فدخلنا البيت لقينا في ست عجوزة كده بتنادى علينا، بتقول لنا تعالوا حبايبي تعالوا ما تخافوش، تعالوا حبايبي. اذا كان البيت اصلا مهجور محدش بيدخله. طلعنا جرينا على طول انا واحمد صاحبي. فبعد كده جه تاني يوم قلت له بقول لك يا عم، شفت اللي حصل امبارح؟ انا البيت دوت مش هدخله تاني ولا اعمل واخلي. قال لي يا عم ايه اللي حصل يا عم؟ ده تلاقي حد بيدخل بيزولنا ولا حاجه. قلت له حد بيزولنا يا ابني؟ ده البيت دوت مفيش حد بيدخله اصلا. قال لي لا يا عم. طب اثبت لك؟ قلت له هتثبت لي يعني هتعمل ايه؟ قال لي طب هندخله النهارده مفيش حاجه هتحصل. قلت له يا ابني ما فيش، ايه اللي احنا شفناه دوت؟ ايه لا يأذينا ولا حاجه؟ قال لي يا عم ما تخافش، هو هيموتنا ولا الست دي هتموتنا يعني. فقلت له ماشي. كنا صغيرين بقى، كنت سنه رابعه وسنه ثالثه ابتدائي يعني كنت صغير. فالمهم بعد ما خلصنا المدرسة والدنيا تمام، احنا مخلص المدرسة الساعة 6، دخلنا البيت تاني عشان نشوف ايه اللي بيحصل. أول ما دخلنا لقينا الست اللي أنا بقول لكم عليها دي قاعدة في ركن كده وعمالة بتاكل حاجة فيها دم. ايد بني ادم، رجل بني ادم، بس حاجه لها دم. فاحنا شفنا المنظر ده وهي حست بينا قامت بصت لنا كده بصه غريبه قوي. فاول ما بصت لنا البصه دي انا ما شفتش نفسي الا وانا بجري. فالمهم روحنا كده، وبعد ما روحنا ما جيناش المدرسه. تاني يوم تالت يوم ما جيناش المدرسه. بعد كده جينا قلت له بقول لك يا احمد، انا هدخل اقول للمدير استاذ مدحت على اللي حصل له واللي احنا شفناه بعينينا ده، لاذينا الولاد اللي احنا شفناها دي. فبعد كده دخلنا الاستاذ مدحت وقلت له استاذ مدحت ازاي حضرتك، احنا استاذ مدحت عايزين نقول لك حاجه بس يعني احنا خايفين من حضرتك. قال لنا ايه اللي حصل؟ قلت له استاذ مدحت الصراحه احنا انا واحمد دخلنا البيت اللي في الوش دوت عشان خاطر حاجه وقعت رايحين نجيبه. قال لي دخلته مين اعطاكم الاذن؟ ولا انتوا دخلتوا بناء على مين؟ ولا انتوا مين اللي اداكم الحق ان انتوا تدخلوا اصلا؟ قلنا له ديت حاجة وقعت مننا واستاذي احنا بندخله، فشفنا ست غريبة كده ودم وحاجات وحاجات غريبة اوي والله يا مستر، احنا مش عارفين نعمله ايه. فلو حضرتك حابب تيجي تشوف ماشي، وساعات بنشوف ايه ضحكنا عليه وانه ساعات بنشوفه في المدرسة وممكن يأذي حد والكلام ده. فالمهم اقتنع وجا معانا عشان خاطر يشوف البت ده. بعد كده دخلنا البيت، كنا صغيرين، كنت انا واحمد والاستاذ مدحت ده مدير المدرسه واتنين من الاساتذه معايا.
بينور بالاستاذ مدحت ده والاساتذه اللي معاه بالموبايلات، دخلوا عشان خاطر يشوفوا حاجه، مفيش حاجه ظهرت نهائي. قال لنا فين ده يا ابني مفيش حاجه ظهرت؟ قلنا له لا ظهرت في الحته ديت، كانت بتاكل حاجه فيها دم، ولا يا مستر في الحته ديت؟ قال لي مفيش حاجه. تعالوا له على الفصل. قال لنا بقول لك ايه، مطلوب استدعاء ولي الامر؟ قال له ليه؟ قال لي مطلوب استدعاء ولي الامر. فالمهم اخذنا اسبوع رفض من المدرسه. بعد ما اخذنا اسبوع رفض والدنيا تمام، رجعنا للمدرسه تاني. قال لنا بعد ما خلصنا الاسبوع ورجعنا بقى، قال لنا لو حد دخل البيت ده ولو صدفه انا مش هعترضكم اسبوع ولا شهر، هفصلكم نهائي من المدرسه. فمحدش دخل وتمام. فايه بس كنا بنسمعه حاجات غريبه كده، فاهم؟ حاجات ايه يعني، اصوات غريبه، سويت تعذيب. فالمهم كان جاي يوم خميس، كان يوم الجمعة أجازة بقى، فجبنا الكورة معانا وقلنا بعد ما نخلصوا مدرسة هنطلعوا نلعبوا بره قدام المدرسة والكلام دوت. فعقبال ما المجاميع تمشي والكلام ده، المهم كانت الساعة جت ايه 7 8، لعبنا كورة والدنيا تمام. فاحنا بنلعب كورة في حد شاط كورة دخلت في البيت، في ساعتها الكورة ديت الحرف التاني بس متقطعة 300 حتة، دي لسه داخلة لأنها تردي التاني ومش قاطع، متهلهلة 500 حته. فبعد كده ايه طلع وجه غريب كده بص كده، بعد كده احنا شفنا المنظر ده طلعنا جرينا، ولا لها ولا ما شفناش حد من قدامنا. ما خلاص بعد ما طلعنا جرينا في نفس اليوم دوت حصلت جريمه قتل في المدرسه، مش من اولياء الامور ولا من الاساتذه ولا من اي حاجه، حد غريب جدا. فالفراش الحاج محمد الله يرحمه مطرح ما يعني زي ما كان بيحكي، بيقول ايه، بيقول انا بالليل وانا بقفل المدرسة سمعت صوت ايه يعني، حد بيزعق، حد بيصرخ، سمعت صوت هبد، سمعت حاجات غريبة، بس انا ما دققتش، قلت تلاقي مثلا الجيران ولا ولا. في الحال دي كانت كلمة قتل. وكمان اقول لكم على حاجة، احنا عندنا في المدرسة هنا كنت بنات وشباب ما كانش حد بيدخل الحمام التواليت بتاع المدرسة بسبب الموضوع دوت، وبسبب الحاجات اللي احنا بنشوفها وحاجات اللهم احفظنا. فبعد كده لما جينا الدنيا اتقلبت بقى، الاستاذ ده جريمة قتل وكلمنا، قلنا له مستر في اليوم دوت امبارح بالليل كنا بنلعبه وطلع لنا الوجه ده والكرة اتحدت في 300 حتة في نفسها في نفس اليوم، جت جريمة القتل ليه استاذ؟ اللي عمل كده الولايه الوحشه اللي احنا شفناها في البيت دوت، هي ديت اللي عملت كده، وكانت بتبص لنا بصات غريبه وكانت مستحلفانا ان هي هتموتنا، فهي اللي عملت كده يا استاذ. فالمهم الاستاذ ايه قال، حط ايده على قلبه كده وقال لا، قال احنا مالناش قاعده في المدرسه دي، احنا هنمشي. في نفس اليوم دوت بالليل احنا خلاص بقى عدينا يومنا وتاني يوم هنتلينا هنروح مدرسه تانية، الفراش ماشي كده الحاج محمد وهو ماشي كده لقى الولية العجوزة اللي احنا بنتكلم عنها في وشه كده. على طول في وشه كده. فهو ادرك بقى وعرف ان كل المشاكل ديت جاية من الولية ديت، وان احنا كان معانا حق لما احنا قلنا للاستاذ مدحت ده في ولية هنا فعلا، مكانش في حد مصدقنا. بس صدقونا اكتر لما الحاج محمد الفراش شاف الولية ديت. شاف حاجة غريبة كده، حاجة ما تتوصفش. فبعد كده بقى ايه كنا قافل المدرسة بسرعة كده وجرى والدنيا تمام، راح عند المسجد والدنيا تمام. بعد كده جه تاني يوم بقى واحنا ايه الاتنين بنعرفوا المدرسة ايه اللي احنا هنروحوها والكلام ده. القصة ديت قليل جدا من اللي يعرفها، بس سبب مشان مدرسة المحروسة من المكان ده لمكان تاني هو اللي انا بقولك عليه ده، اللي محدش يعرفه اصلا دوت السبب. فالحاج محمد دوت حكالنا تاني يوم لما جينا، قال لنا استاذ مدحت وكل الناس كانت موجودة، قال لهم
ده انا شفت كذا 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 وانا فدت منها بعجوبة في كذا. فعرف بقى ان هو ده فسيبنا المدرسة على طول. وبعد ما سيبناها الجيران بقى اشتكوا، لقى بقى ايه هبت بقى بالليل، وبقوا الولاية ديت تشوفوها فعلا طالعة. فالناس بقى بيشوفوا فعلا الولاية ديت خارجة كده في الشارع بالليل، الناس السكان هناك يشوفوها في بلكونة، يشوفوها قدام كده البيت. المهم بقت بتظهر وبقت بتعمل حاجات مخيفة، الناس حرامت تنزل الشارع. فالمهم لما الناس بلغت والكلام دوت، في الشيخ طبعا جه الحكومة عرفت والدين عرفت، جه هدوا البيت ده تماما بقى هو والأرض حتة واحدة. بعد كده جابوا الشيوخ قرأوا قرآن بقى ورشوا ملح وعملوا حاجات على الأرض ديت وقرأوا قرآن عشان خاطر لو مثلا وقعت على حد مات فيها، معمول سحر عمل الله أعلم. فبعد ما جابوا الشيوخ ديت قروا قرآن والدنيا تمام، بنوا عمارة دلوقتي ما شاء الله 15 دور والدنيا تمام. من بعديها الحمد لله مفيش أي مشاكل تاني حصلت. بس دي قصة فعلا حصلت معايا وأنا صغير. أنا عارف إن في ناس ممكن تصدقني وناس لأ، بس دوت الحقيقة. ومطولش عليكم أكتر من كده، وبتمنى تكونوا بخير دايما كده وفي أحسن حال.